طيب هتوقف مع حضرتك عند كذا نقطة بعد إذنك سيادة العميد. الجيش الإسرائيلي أعلن إنه 100 طيارة شاركت في العمليات ليلة أمس في حصل غزة. حصل. هل أقدر أقول إنه نقدر نحدد كم الخسائر للجانب الإسرائيلي إلى الآن؟ هل هي بشرية أكتر أم معدات أكتر؟ حتى الآن هي بشرية أكتر، أيوه وفي الجانب العسكري تقريبا قد ايه؟ حتى الآن منذ يوم 17 حتى الآن خسائر الجيش الإسرائيلي تعدت ال 320 قتيل ثابت من الجيش الإسرائيلي. ايوه حتى الآن يتواجد ما بين 130 إلى 150 قائد وضابط وجندي إسرائيلي من مجموعة العمليات العسكرية في قطاع غزة أسرى لدى حركة حماس وحركات المقاومة، منهم 50 ضابط وجندي لوحدهم لدى حركة الجهاد الإسلامي. ده كلام مؤكد، ده مؤكد، أرقام مؤكدة. ده أرقام مؤكدة حضرتك. آه. ودي النقطة اللي لابد نتكلم فيها مع سيادتك، أن الجانب المصري يقوم بدور خطير وكبير جدا في موضوع إيقاف الحرب، نعم مستخدما ملف الرهائن والمخطوفين. تمام، وهذا مشهود له ويعني محترم، كل مجهود معروف، مجهود يعني غير طبيعي بتقوم بيه المخابرات الإدارة العامة المصرية. المصرية والوفد بتاعها والدور بتاعها في نعم هذا الموضوع دور أيوة. حاسم، لأن هذا يتماهى مع المطالب الأمريكية التي تطالب بإخراج الأمريكيين وإخراج الرهائن وإخراج المدنيين من القطاع، ولكن هناك ضغط أمريكي يعني يتماشى مع الرؤية المصرية بأن إيقاف الحرب أصبح شيء ضروري، ولا بد أن يكون إيقاف الحرب على أساس تبييض السجون الفلسطينية في مقابل إخراج كافة الرهائن والمسجونين والمخطوفين لكل الجوانب، سواء كان جانبا إسرائيليا أمريكيا أو من دول متعددة الجنسيات، وأن تكون هذه هي بداية جديدة لفكرة إحياء مشروع السلام في الشرق الأوسط وتوقيع اتفاقيات من شأنها ألا يتكرر أي من اعتداء الجانبين في إطار سياسي نظرة إلى المستقبل فيما يتعلق حل الدولتين. لا توجد دولة في الإقليم قادرة على تنفيذ مثل هذا المشروع أو الحديث فيه غير الدولة المصرية. نعم. هي الدولة الوحيدة التي لديها القدرة على أن تقدم الأمل للشعب الفلسطيني. نعم. وهذا يتم على ثلاث محاور أساسية. محور سياسي بيقوده رئيس الجمهورية، محور أمني بتقوده أجهزة الأمن، محور أمني بتقوده القوات المسلحة في عملية الردع وعملية العمل الصامت الحازم. قد يكون مرصود غربيا وإقليميا، ولكن دائما وأبدا القوات المسلحة لا تتحدث عن نفسها، ولكن نعم. تتخذ عديد الإجراءات نعم. التي تصل لكل الأطراف. نحن هنا والدليل ما حدث في طابة وتحليق طائراتنا على ساحل خليج العقبة وعلى نعم. القمة الشرقية في نعم. مواجهة الطائرات المعتدية أيا كان مصدرها. طيب.